أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: البرادات التي خارج المساجد هجرت وفي مكان آخر يحتاجون إليها، فكلمت إمام المسجد وقال لي بأنها وقف حتى لو هجرت، فهل كلامه صحيح؟ هذا يراجع الإفتاء، يراجع الإفتاء في بيان الواقع وينظر فيه إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.